أعزائي المشاهدين، بحييكم في حلقة جديدة من برنامج نختلف، ولكن موضوع الحلقة هو الربيع العربي، حقيقة أم وهم؟ اخترنا هذا العنوان لأنه هذا الشهر وتحديدا يوم 25 يناير حتكون بتمر سنتين بالضبط على ما أحدثته رياح التغيير التي أتت على الوطن العربي بشكل عام، بدءا من تونس مرورا بمصر، ليبيا، سوريا ما زالت تعاني. الثورات التي أتت تحتاج مننا أننا نقف بعد سنتين ونتأمل هذا الواقع، ونقف مع الكثير من الكتاب والمفكرين اللي بيتأملوا وبيكتبوا الواقع الذي نعيشه مقارنة بما كان منذ عامين مضوا. المفكرين والكتاب بيفكروا بصوت عالي، بنقرأ كتاباتهم نتفق معها أو نختلف أو نتوقف عند بعض العبارات حتى نعرف ما هو المقصود بها أو كيف نصل إلى ما هو المطلوب أو المرجو منها. أنا بيسعدني بتشرف بوجود الدكتور ناجي يوسف، رئيس تحرير جريدة الطريق والحق، في هذه الحلقة. برحب بحضرتك دكتور ناجي، أهلا وسهلا. وأيضا سينضم بعد قليل إلينا الأستاذ حسن إسماعيل، أمين عام الاتحاد المصري لحقوق الإنسان. برحب بالسادة الضيوف، برحب بحضراتكم أيضا. وأبدأ الآن مع الدكتور ناجي يوسف. الدكتور ناجي يوسف مؤخرا الحقيقة كان يفكر بصوت عالي كما اعتدنا منه في كتاباته التي نقرأها وتثري القراء وتثري الفكر بشكل عام. مما هو يعني لا يختلف عليه اثنين، انه يوم 25 يناير دكتور ناجي من سنتين فاتوا، ان هناك تغيير حصل، هناك شعب وقف في الميدان وأصر وقال أنا عايز أغير النظام، سواء بقى كان حاطط شعار اتجمع حواليه الشعب وقال الشعب يريد تغيير النظام، غير هذا النظام. لكن نرى إنه حضرتك بتختلف في هذا الأمر، لك رأي آخر، وبدأت آخر مقالة ليك بتقول إننا كشعب عربي اعتاد أن لا يستخدم عقله في مرات كثيرة، فهو يقول الشيء دون وعي أو تفكير، بينما نحن نرى أن هناك وعي تام لما كان يريده الشعب. ليه كتبت هذه العبارة في بداية المقال؟ أولا بشكرك على استضافتي في البرنامج، والحقيقة أنا كتبت الكلام ده لأنه ده الواقع اللي احنا بنعيشه. يمكن يكون صعب انه يتقال، ويمكن يكون صعب انه هو يتفسر ويتحط في نقط محددة، لكن الحقيقة ده الواقع اللي احنا بنعيشه. لانه لما الشعب يريد انه يغير نظام او يعمل حاجة جديدة، المفروض انه يبقى عنده اسس ومبادئ وطريقة ووسائل مدروسة معروفة مسبقا قبل أن يبدأ شيء لمجرد البداية. يعني أنا بقول إن شعبنا صحيح عانى كتير واتضغط كتير وكان لازم يعمل حاجة، لكن المشكلة في إن إحنا بنعمل الحاجة وبعدين نفكر فيها. إحنا بننفعل أو نعمل إضراب أو نعمل خناقة أو على مستوى الصغير أو مستوى الدولي أو مستوى الكبير، وبعد ما تحصل الحاجة نبتدي نفكر فيها ده صح ولا غلط. يمكن الشعار بتاع التغيير بيبقى كويس او يعني رائع، لان الناس عايزه تغيير، والناس طبعا كانت في وقت من الاوقات مضغوطه بطرق مختلفه وحاولت تصلح في اماكن وفي مجالات كتيره وما قدرتش، فوصلت لدرجه الانفجار. لكن الضغط على الشعب لدرجه ان هو يوصل لدرجه الانفجار لمجرد الانفجار، بتكون النتيجة إن العواقب بتاعته بتكون أوخم من لو هو ما انفجرش في الوقت ده، وده اللي أنا قصدته بما قلت. طيب خليني أسأل حضرتك، يعني حكاية إنهم الشعب انفجر، لكن كان فيه هناك محاولات أو أصوات عليا تقريبا من 2005 الناس كانت عمالة تقول كفاية، تمام؟ تمام.
طيب خلال هو من اتفضل 2005 وقبل 2000، اتفضل نعم، اتفضل اتفضل من قبل 2005 والناس عماله تقول كفايه كفايه، وكل ما رجعنا لورا، يعني لو كان من 2010 او 2011 والناس انفجرت، كنا قلنا ما كانش عندهم وقت يفكروا. لكن من 2005 والناس عماله تقول كفايه، ومن 2005 لم توضع خطه واضحه، لانه لو ما كانش الكفايه دي هتحصل الناس هتعمل ايه؟ احنا عاده، يعني عاده الشعب العربي عاده عموما الحقيقه، يعني بيبقى كل افعاله في معظم الاوقات، ما كانتش كلها، بتبقى معظم افعاله هي ردود افعال وليست افعال. يعني لو من 2005 زي ما حضرتك بتقولي كانوا بيقولوا كفايه، فين الخطط اللي وضعت من 2005؟ حتى لو ابتدت يعني بدايات متواضعه وصغيره وكبرت لغايه 2011، لكن الشعب فضل كل اللي بيقوله كفايه وكفايه وكفايه وكفايه، وفجاه انفجر الشعب وهو مش عارف اصلا هو هيعمل ايه. يعني لما نشوف اللي بيحصل في مصر النهارده والناتج بتاع اللي حصل في مصر النهارده، بتلاقي نوعيات من الشعب دخلت في النص، ما كانتش اصلا على الخريطه، وفي نوعيات تاني كانت واقفه تتفرج في الايام والاسابيع الاولى لغايه ما اتاكدت انه النظام مشي عشان تقدر تخش. مش هي دي في رايي انا الشخصي الحركه الشعبيه. الحركه الشعبيه هي الناس بتوصل لمرحلة معينة عندها مطالب محددة، بتبتدي تصعد الأمور بطريقة منتظمة. في الأول بتحاول تتصل بالحكومات وبتحاول تتكلم مع الحكومات وبتحاول تعمل إضرابات سلمية وبتحاول تعمل وقفات، وبعدين بتنفجر. إحنا شعب ما بيقدرش يتكلم، ما بيتكلمش ما بيتكلمش، وفجأة بينفجر. وأنا متهيألي ده اللي حصل في الأحداث الأخيرة. يعني احنا شفنا انه فئات الشعب كلها نزلت، كان واضح جدا ان كل معاناته واحدة، ما كانش فيه، كان المنظر جميل جدا، كل اطياف الشعب موجودة، الكل بيعاني. اكتشفنا انه مش بس المسيحيين اللي كانوا فترة معاناة الفترة الثلاثين سنة موجودة، لكن اكتشفنا ان كل الشعب كل اطيافه كان بيعاني. بس هنا حضرتك كان ليك رأي مخالف، انه الشعب هو الشعب مين، وانت وحضرتك ليك نظرة كانت مغايرة للكلام اللي احنا شفناه ومعظم الناس شافته، فكنت تقصد ايه؟ لما اقول الشعب، الحقيقه انه في اي شعب في ناس بسطه ما تعرفش منها من شمالها، وفي ناس المفروض ان هم مسؤولين وموجودين في مراكز حساسه، وناس مفكرين وناس فنانين، دول اللي هم المفروض يكونوا فاهمين اللي بيحصل في اي بلد، او مستقبل البلد نفسها بتكون منوطه بيهم اكتر من الانسان الطبيعي العادي اللي هو بينفجر لانه مش لاقي ياكل ويشرب. لو عطينا له ياكل ويشرب هيعيش. الحقيقه ان الانفجار اللي حصل في الاحداث الاخيره دي، وفي الثوره الاخيره دي، ما كانتش منظمه، ما كانتش مهدفه. يعني بعض الناس اللي نزلت اصلا الشارع علشان تعمل ثوره، هي ما كانتش فاهمه انها نازله ليه. هي قرفانه، مش لاقيه تاكل، تعبانه، عندها احتياجات. مثلا قطاع كبير، البوليس والشرطه كانوا تعبينه في عيشته، قطاع تاني الاتاوات اللي كانت بتتاخد منهم، والمشاكل العاديه اللي موجوده. فعشان كده الشعب انفجر مرة واحدة. لما بقول الشعب، الحقيقة أنا في نوعين من الناس لازم نفرق بينهم، المفكرين والمصلحين والناس اللي هي عندها رؤية واضحة، وبين الإنسان الشارع الطبيعي العادي. كان من المتوقع إن الناس المثقفة والناس اللي عندها رؤية للبلد والناس اللي تقدر توصل صوتها للمسؤولين هم يكونوا القادة في أي انقلاب أو أي ثورة تحصل. لكن الحقيقة احنا شفنا العكس. العكس هو إن الناس اللي مش لاقية تاكل، والناس اللي تعبانة، الناس اللي تعبت من أساليب كتيرة في الممارسات اللي كانت بتحصل، هي اللي ابتدت، وبعد كده نط الناس التانيين اللي موجودين. فيعني مش سر إن احنا نقول مثلا
ان حتى جماعه الاخوان المسلمين اللي هم دلوقتي بيدعوا ان هم الاساس بتاع الثوره واللي قاموا بالثوره والمتصدرين هذه الامور، الاخوان المسلمين كلنا عارفين ان هم ما نزلوش الشارع وابتدوا يتكلموا ويقفوا مع الشعب المصري الا بعد ما تاكدوا ان الرئيس مبارك السابق مش هيبقى عنده امكانيه ان هو يكمل، فعشان كده ابتدوا ينزلوا في الشارع. فعشان كده انا بقول انه الثورات دي صحيح بتحصل في يعني فجأة ومرات، لكن لازم يكون ليها قادة بيرتبوا الامور بيفهموا الامور. في كل الثورات اللي احنا سمعناها اللي غيرت البلاد فعلا كان في قادة تعبانين حاطين خطط بيكلموا للملوك وللرؤساء وبيحاولوا يصلحوا الموضوعات، وبعدين لما ما قدروش ابتدوا ينفجروا. لكن رجل الشارع المصري اللي انفجر وهو ما عندوش خطة بديلة للثورة دي، هي دي كانت المشكلة اللي موجودة في مصر. الحقيقة احنا في انتظار ان يكون معانا الأستاذ حسن إسماعيل، أمين عام الاتحاد المصري لحقوق الإنسان. طيب، هو معانا دلوقتي، فده شيء رائع انه احنا قدرنا نوصل له. برحب بيك أستاذ حسن، أهلا وسهلا بيك معانا في الحلقة دي، بنرحب بيك. اهلا بيك، اهلا بيك، اهلا بحضرتك، اهلا بالدكتور ناجي. اهلا وسهلا اهلا بحضرتك. بيك. الحقيقه احنا كنا بنسال الدكتور ناجي، هو كان ليه راي او نظره معينه، بنقول ان احنا بنتناقش مع الكتاب والمفكرين اللي بيفكروا بصوت عالي، كان ليه نظره معينه من خلال التغيير اللي حصل في الميدان. لم تكن هناك، لم ياتي الشعب بشيء واضح جاهز، وهو انا مش عارفه حضرتك ما يعني فاتك الجزء اللي فات، فهو باختصار ليه رأي انه ممكن بيكون في غمره يعني من الثوره او الغضب بينفعل او بياتي بشيء هو ما فكرش فيه قبل كده، قبل ما يعني تقوم هذه الثوره. لكن حضرتك من واقع التغيير، من الناس اللي في قلب التغيير وما زلت في قلب التغيير ومحاولات التغيير المستميته، نهار لما كنت في الميدان، هل هناك خطه واضحه؟ كان هناك خطه واضحه لما تريدوه، ام فقط كان الشعب يريد تغيير النظام؟ ونقطه. هو انا طبعا قريت مقال الدكتور ناجي، والدكتور ناجي يعني تملي عامل لنا مشاكل من مقالاته، حقيقه مقالاته صعبه جدا وحاده وواضحه في نفس الوقت. بنختلف ونتفق مع جزء فيها، لكن هو بيهز تملي بركة العقلية الثابتة في مصر حقيقة، بالذات لأنه صوت مسيحي حر وليه تاريخ نضالي مع ضد النظام القديم يعني حسني مبارك، ومستمر هو معارض يعني ما زال معارض. فأنا بحييه على المقالات بتاعته الفظيعة في الطريق. تعليقي انا على ان كان في ترتيب ولا فيش ترتيب ولا ايه الوضع في الميدان، حقيقه احنا لازم نشوف الموضوع بشكل يعني في بانوراما شويه. احنا قعدنا 30 سنه في حكم حسني مبارك وقبل السادات وقبل جمال عبد الناصر، قول انا جيلي يعني جيل حسني مبارك، انا طلعت عرفت ان هو حسني يعني. الفتره دي كلها تم تجريف كل الاحزاب السياسيه، كل المجتمع المدني وكل النخبه السياسيه تم تجريفها وتم تروضها، وبقاش في احزاب حقيقيه، كلها ديكورات، وحتى المنظمات الحقوقيه كلها ذاتيه، يعني ما عندناش عمل جماعي او في فريق، كل واحد وان مان شو كده عامل منظمه، وكلنا بنحاول نعمل مجهود ما، لكن في الاخر مش فظيع. الى ان حصل التطور الفظيع في العالم الخاص بالنت، الثوره المعلوماتيه الفظيعه اللي خاصه بالنت والفيسبوك بقى وتويتر وكل الحاجات اللي عدت حواجز الديكتاتوريات العربية. فبقت الحكومات اللي قادرة تخترق الأحزاب، وقادرة تخترق المجتمع المدني بالمخبرين وأمن الدولة، وقادرة تمسك كل زمام الأمور دي، ما هيش قادرة تمسك النت، لأن النت خلاص أنت في واقع افتراضي كلنا عبارة عن نيك نيم، فبالتالي ما فيش حد يمسك حد يعني. فأنا أظن كان أكثر مساحة
لوجود تيارات مدنية وليبرالية وعلمانية على النت، على الفيسبوك وتويتر وكل الحدوتة العميقة دي. الشارع كان مختلف، الشارع بقى كان اللي قادر يشتغل فيه هم الجماعات الإسلامية وبالذات جماعة الإخوان المسلمين. فأنا رأيي إن 30 سنة بتوع حسني مبارك هم أكتر شغل حقق فيه الإخوان استراتيجيته، رغم إن الشكل الخارجي إن هم كان بعض القيادات في السجن وحاجات كده اللي هم الرموز يعني، لكن كل الشعب وكل المجموعات وكل الكوادر الحقيقية الشبابية موجودة في الشوارع والجوامع. الجوامع هي المفتوحة، الأحزاب مقفولة ومخترقة أمنيا، والجوامع كلها مفتوحة مقرات للجماعات الإسلامية بقوة فظيعة جدا. وده ساعدهم ان هم يمتلكوا جزء كبير من الشارع ويجندوا جزء كبير من الشارع، وعندهم تمويل وهابي رهيب جدا من السعوديه وقطر. فقادر كمان يخترق الفقراء بالزيت والسكر وكل الخدمات الاجتماعيه اللي بيقدموها للاخوان المسلمين بشكل غير عادي. واحنا ما لناش كان غير النت، يعني احنا الواقع الافتراضي بتاعنا، الواقع الحر بتاعنا هو النت. لغايه ما ابتدينا نحضر لعيد الشرطه ده ان هو يبقى مواجهه مع الشرطه اللي كان ساعتها كان في اغتيال الشهيد خالد سعيد، وكان رمز بالنسبه لنا يعني في مصر، هو شاب اسكندراني. وفي نفس الوقت حصلت الثوره العظيمه في تونس من وجهه نظرنا اللي كانت برضه ليها نفس الشكل بتاعنا حقيقه، اللي بيتكلم عليه برضه الدكتور نادي، تقسيمات الشعب اللي هو بيتكلم عليها دي حقيقيه على فكره. ونزلنا قلنا هنعمل اليوم 25، وابتدينا نحضر، وانا من كنت من ضمن عندي مجموعه من العلمانيين، قعدنا في مكان ما وكنا حوالي اكثر من 70 واحد من القيادات، وحضرنا حاجات كثيره جدا يعني اليوم 25. وكان في كذا مجموعه كده بقى، يعني كذا مجموعه كده وعامله شغل كتير جدا، وابتدينا ننزل. وكانت المطالب لا تتعدى غير ان انت بتواجه الشرطه، انت بتواجه الحبيب العدلي، وطبعا عندك تاريخ من النضال في فساد الحكم وحسن مبارك وكل الكلام ده. الشعب طول الوقت دوت كان في حاله متفرق يعني. لكن احنا فوجئنا في 25، انا فاكر انا وانا نازل قلت لماما، انا من 84 بنزل المظاهرات، فقلت لها، هي بتقول لي انت نازل وبتاع، وكانت خايفه جدا. فبقول لها ماما انا اخر مره هنزل، بوعدك ان دي هتبقى اخر مره، انا احبطت كتير، انا كل مره بننزل بنبقى حوالي 30 40 واحد، المره دي لو الناس ما نزلتش معانا فخلاص انا اخر مره هنزل. الو؟ ايوه، يعني 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 المظاهرات دي بالنسبه لك اسلوب حياه، يعني ما هياش كانت حاجه جديده عليك. يعني انا طول عمرنا معارضين وبتاع، فانا نازل ومتخيل ان هيحصل زي كل مره، احنا هنبقى 30 40 واحد، وهيبقى في حوالي 5000 من الكردون امن مركزي، ومش وخلاص وهتنتهي الموضوع على كده. يعني احنا فوجئنا حقيقه ان لا، ان الناس نزلت واتحركت بحاجه فظيعه جدا، ولدرجه ان احنا بقينا في حاله يعني مش مصدقين، لكنها معجزه يعني ان الشعب اخيرا صحي. وابتدت بقى حاله التصاعد الامني ضدنا من 25 ل 28، يعمل تصاعد للمظاهرات، وحصلت الذروه بتاعتها كان يوم 28. يوم 28 هو من 25 ل 28 حقيقه ما كانش في حد بيبات في الميدان، يعني اللي بيقول ان هو كان في حد بيبات في الميدان من 25 وما نزلش مظاهرات. لا، هو احنا كنا عملنا مظاهرات 25 وروحنا، و26 حضرنا 26 27 حضرنا 28. و28 حصل المواجهه الفظيعه اللي قلبت دم، واللي عملت رفعت بقى سقف المطالبات من تطهير واعاده انتخابات وكده وكل الكلام الكبير ده الى اسقاط النظام. يعني طلع يعني شعار اسقاط النظام بوضوح. يعني واضح من كلام حضرتك دلوقتي انه البدايه ما كانتش يعني ليها اي خطه بما وصلت اليه، كانت العمليه مجرد توالي احداث هي اللي بتدفع اللي بتدفع الناس انها تفضل وتقعد مستمره كل يوم، مظبوط الكلام؟ ده جزء حقيقي، وجزء تاني حقيقي كان في مجموعات صغيره زي 6 ابريل، زي حركه كفايه، زي المعارضه، زي الاحزاب اليساريه، زي حركه الاشتراكيين الثوريين، دي مجموعات صغيره ناويه تنزل وتعمل خضم حركه. وطبعا سوق تونس كانت عامله الاجابه، يعني ثوره تونس عامله لنا الاجابه وابو عزيز وبتاع، يعني كنا عندنا مود فظيع في تونس ان احنا بالتاكيد يعني احسن من تونس يعني اكثر كشعب وتاريخ، فبالتالي احنا نقدر نعمل اللي عملته تونس.
فاظن ده مع الحماس لكن المساله ما كانش فعلا ليها راس، ما كانش ليها قياده. دي حقيقه، اللي يقول ان الثوره كان ليها قياده او ليها مطبخ او ليها خطه بديله، يعني مش زي ثوره 52 كان في ضباط الاحرار ومحضرين الدنيا وعارفين هيعملوا ايه ومين فين ومين ايه، لا احنا ما كانش عندنا كده. يعني معنت كده ان الدكتور ناجي لي حق بقى لما قال انه كان هناك ناس من الشعب والناس اللي هي البسيطه اللي ليها احتياجات بسيطه جدا، والشعب، ولسه حضرتك قلت هذه العباره، الشعب كان واقف متفرج، يعني معنت كده كان في حاله تغيب طبعاً عن طبعاً اتفضل طبعا طبعا اتفضل. طيب طبعاً. يعني انا يعني هنا احتاج ان انا انتقل يعني للدكتور ناجي مره تانية. الشعب كان واقف دكتور ناجي عمال ليه مطالب واضحة خالص، هذا الذي يعني اللي احنا بنقول كان مغيب، لكن كان بيقول عيش حرية عدالة اجتماعية، على الأقل هو مش فاهم ايه سياسيا بيحصل، بس هو بيعاني ومن خلال معاناته دي عبر عنها بالكلام اللي كان بيقوله. دكتور ناجي حضرتك هو الحقيقة اتفضل. اللي انا فاهمه يعني او اللي انا شايفه انه الشعب لما نقول كلمة شعب لازم نعرف الاول مين هم الشعب. هل هم النخبة اللي فاهمة، مثلا واحد زي الاستاذ حسن والمجموعة اللي معاه اللي هم نازلين الشارع وهم فاهمين اللي ممكن يحصل واللي ممكن ما يحصلش والاحباطات والحاجات دي، ولا الانسان العادي؟ لو احنا بنتكلم عن الانسان العادي، انا في رايي ان الانسان العادي هو قرفان وما عندوش شغل ومش عارف يعمل ايه وكل حاجه في حياته ضلمه، هو anyway هو على كل الحالات مش لاقي ياكل ومش ما راهوش حاجه يعملها، وحتى لما بيشتغل يعني زي مش عايز اقول زي ايه يعني، وفي الاخر خالص بيروح ما يلاقيش ياكل. فهذا الشعب اللي احنا بنقول عليه الشعب ده اللي ممكن توجيهه لاي حاجه، تيار اسلامي يقول له ان احنا هنصلح الامور، هو يحاول يهرب من نفسه بان هو يترمي في احضان اي حد بيتكلم. هو دي الحقيقه اللي حصلت في الثوره مع الغالبيه العظمى من الشعب المصري. شعب ما بيشتغلش، ما عندوش حاجة يعملها، حتى لو عنده حاجة مش عارف يعمل حاجة، ما عندوش دخل، دايما محتاج. الشيء الطبيعي ان هو هيجري وراء اي حد يطلع يقول بيعمل مظاهرة وخلاص. وطبعا اضيفي الى ذلك انه الحقيقة انه اللي قاموا الاول بثورة حقيقية قبل الثورة الأخيرة دي، أنا شايف إن هم المسيحيين المصريين ساعة ما اتفجرت الكنائس بتاعتهم، وهم لأول مرة إحنا كنا نشوف الناس طالعة بتحدف الطوب والناس واقفة بتدافع عن الكنائس، وهو ده اللي شجع الآخرين. ده رأيي أنا الشخصي، ومش بقول رأيي كده لأن أنا مسيحي، لكن أنا بقول إن المسيحيين اللي ضغطوا مدة طويلة لما الكنائس بتاعتهم اللي اتفجر واللي اتهد والبوليس حاوطوا علشان يهد المباني اللي موجودة فيه، هم دول اللي ابتدوا الثورة الحقيقية. والناس اللي مش عارفة تعمل ايه واللي تعبانة في عيشتها جويند يعني التحقت بالناس اللي موجودين. ده رأيي الشخصي. ده رأيك الشخصي. طيب انا هتوقف هنا قليلا، نحتاج اننا ناخد فاصل قصير ونعود بعد الفاصل لنواصل حديثنا وهذه الحلقة، الربيع العربي هل هو حقيقة أم وهم، مع ضيوف حلقتنا الدكتور ناجي يوسف والأستاذ حسن إسماعيل. انتظرونا نرجع معكم حالا.
العمل جبار، الخدمة عظيمة، والرب يستخدم سواعد تسند العمل، فكن يدا يستخدمها الرب في هذا الحقل. كما استخدم الرب داود الصغير السن ليقف أمام الجبار، هكذا الله يريد أن يستخدمك لتكون جبارا. تشجع واتكل على الرب. ABN PO Box 724 Wild Lake Michigan 48390 248-416-1300. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، عودة معكم، وهذه الحلقة موضوع حوارنا مع الأساتذة في الأساتذة ضيوف في هذه الحلقة هو الربيع العربي حقيقة أم وهم. مرة أخرى برحب بالدكتور ناجي يوسف رئيس تحرير جريدة الطريق والحق. برحب أيضا معنا على الهاتف الأستاذ حسن إسماعيل أمين عام الاتحاد المصري لحقوق الإنسان. أعود الحقيقة للأستاذ حسن إسماعيل وأستوقفه عند آخر عبارة ذكرها الدكتور ناجي يوسف. الدكتور ناجي بيقول ان في ناس كتيرة طلعت ما هياش عارفة هي عايزة ايه، طلعة ليها هم واحد، هي بس بتدور على لقمة العيش. السؤال اللي بيفرض نفسه هنا، انت شايف ان كلام الدكتور ناجي ده كلام كان واقعي في الوقت ده، ولا كلام شوية ده وجهة نظره هو الشخصية والواقع هو امر اخر؟ انا اولا بس عايز اقول ان انا عايز اسميه الخريف العربي مش الربيع العربي بين الحقيقه والواقع. انا بالنسبه لي الاسم الحقيقي هو الخريف العربي، دي اول حاجه عايز اعلق عليها. بسبب حاجه عايز اعلق عليها الخريف العربي، لان طبعا سيطره التيار الاسلامي يعني ده عكس كل حقيقه الثوره اللي حصلت، يعني كل ثورات المناطق العربيه اللي قام بيها ام حركه اليسار والحركه الليبراليه اللي هم كانوا راس الهرم اللي احنا اتكلمنا عليهم، اللي كانوا بينزلوا بقالهم مده كبيره جدا بيعارضوا النظام وبيعارضوا كل الانظمه حقيقه الفاسده في المنطقه العربيه بتاعتنا. يعني مصر ما نقدرش ننسى حركه 6 ابريل، ما نقدرش ننسى حركه كفايه، ما نقدرش ننسى الاشتراكيين الثوريين، ما نقدرش ننسى وائل عباس اللي عمل اول مدونه سجل فيها كل حالات التعذيب في مصر، ما نقدرش ننسى نوره نجم، ما نقدرش ننسى علاء عبد الفتاح. عندنا كم ناس وكم حركات كانت شغاله، اي نعم عددها قليل، لكن هي وهي اللي كانت عامله حاله الحراك اللي على الفيسبوك اللي كان بتمثله حقيقه الطبقه المتوسطه فوق المتوسطه مش الطبقه الفقيره. يعني قياده الثوره او اللي حرضوا على الثوره وحرضوا على 25 يناير واللي عملوا احتكاك مباشر كان ليهم تاريخ قديم في الحراك الوطني، وانا طبعا بشوف من ضمنهم، لان انا طبعا رجل حقوقي بتعامل مع المساله من خلال المواطنه، يعني مش من خلال الدين، يعني من خلال الانسان المصري. طبعا المواطن المسيحي ليه باع فظيع لانه قدم دم، يعني اكتر شريحه طبعا قدمت دم نتيجه التفجيرات والاغتيالات وحاجات كثيره جدا للكنائس اظن المسيحيين، وده كان جزء في زرع بذار الثوره. طبعا ما نقدرش ننكر ده، لانه جزء من مصر، يعني جزء اصيل قصدي كمان. هل الشعب كله كان يعني
لا في كان في حاله يعني بيسموها ايه، حاله حراك وطني بيمثلها بعض التيارات الوطنيه. الشعب طبعا عنده اللي هو بيقول عليه الدكتور ناجي، الضغوط والفقر والاحتياج والجهل والقهر بكل اشكاله، واتفتح الباب، فالناس نزلت، الناس نزلت، وده حقيقه بيحصل في كل الثورات. ما فيش ثوره بتقوم بكل الشعب، ما فيش حاجه اسمها كده. هي الثورات بتقوم بحاله حراك وطني. الفرق ما بيننا وما بين الثورات القديمه هو حاله العولمه المعلوماتيه اللي حصلت. انا اظن مش الجيل بتاعنا مشكلته ان الدكتاتوريه عملت تجريف لكل النخب السياسيه، وبالتالي النت هو كان المخرج الوحيد، والنت ما بيخلقش قيادات. النت حاله واقع افتراضي، في حريه مطلقه للتعبير، في حريه مطلقه لتراشق الافكار وحوارات فظيعه جدا الى اقصى مدى، لكن صعب جدا يخلق قيادات، لانك انت القياده عايزه الارض، عايزه الواقع، عشان تشوف الكاريزما بتاعتها، عشان تشوف رايها، عشان تشوف برنامجها. انت طبعا محروم من ده في وسط البلاد الصعبه بتاعتنا اللي كان فيها بيحكمها امن دوله بالتسريبات رديئه جدا يعني. اخ حسن، هو الفرق ان انت ما عندكش قياده. يا عفوا للمقاطعه، هو انتوا كان عندكم يعني حضرتك بتقول ذكرت القيادات الكتيره، صح، كان ليها دور في الحراك الوطني السياسي، دور فعال، بس في نفس الوقت حضرتك اعترفت انه كان في فصل هم ليهم في النت، لكن الغالبيه العظمى من الشعب ما كانش فيه احتكاك القوي زي التيار الاسلامي السياسي. تمام؟ طبعا طبعا. تمام. طيب انا يعني هنا احتاج ان انا انتقل الى الدكتور ناجي. دكتور ناجي، التغيير اللي حضرتك شايفه بالظبط انه كان لازم يحصل، ايه هو التغيير اللي في ذهنك كمفكر؟ التغيير اللي حصل نقدر نسميه الى حد كبير انه تغيير عشوائي، يعني كما يتفق، يعني الناس عايزه تغير، الشعب يريد تغيير النظام. ايه هو النظام؟ ما حدش عارف. لا بس هو اتغير، النظام اتغير. هو النظام اتغير، تمام؟ تغيير ايه؟ ما حدش عارف. هل 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 النظام ده هو الرئيس وعيلته والبطانه بتاعته، ولا النظام ده هو تحكم الجماعات الاسلاميه في مستقبل مصر، ولا النظام هو يعني مجرد شعارات؟ وكل واحد، وده بيحصل في كل الثورات اللي بتحصل في العالم الحقيقه، انه في مرات ما بتبقاش واضحه كتير، لكن الاغلبيه المفروض انها بتبقى فاهمه هي بتحصل ايه. هو يعني انا بيذكرني واحد من الفنانين لما سال السؤال ده بطريقه ساخره، وقال لي ماذا قمنا بالثوره؟ ورد وقال انا لا اعلم لماذا قمنا بالثوره، انا كنت في الحمام لما قاموا بالثوره. ويعني ده فنان معروف وهو بيمثل قطاع من الشعب. الناس قامت بالثوره زي اي ثوره تاني، لان الناس مضغوطه، ان كان من مباحث امن الدوله، ولا ان كان من الصفوه اللي موجوده في المجتمع، والاحتياجات طبعا الماديه هي اللي عملت الانفجار ده. المشكله مش يعني الثوره دي ركبوها ناس ما ابتدوهاش، ما قاموش بيها، ما نضلوش علشانها، مع ان دلوقتي طبعا مالين الدنيا بان هم المناضلين وهم اللي ابتدوا وهم اللي دخلوا السجون وغيره. الحقيقه لا، اللي ابتدى الثوره دي الانسان الطبيعي العادي البسيط بتاع الشارع، اللي مغلوب على امره، اللي مش لاقي شغل ومش قادر ياكل عياله، وكمان لما بيضطر يروح القسم لاي سبب بيتعامل معامله حيوانات، ومش لاقي ياكل ومش لاقي يركب مواصلات. هو ده الانفجار اللي حصل الحكايه دي. عشان كده انا بقول ان الثورات مش كفايه، يعني في فرق بين الانفجار، انا ما بسماهاش ثوره الحقيقه، يعني في فرق بين الانفجار اللي الناس اتضغطت لدرجه انها انفجرت وكل واحد كان بينادي بحاجه، وده اللي عطى الفرصه سواء كان الاخوان المسلمين ولا غير الاخوان المسلمين، كل واحد يحاول ياخد حته من التورتايه ويقنعنا ان هو اللي حرك الثوره وهو اللي ابتدى بالقصص دي كلها. وفرق بين الناس الغلابه اللي وصلت لمرحله مش قادره تستحمل تاني، فعندها استعداد تنضم لاي حد هيعترض على اي حاجه وخلاص تبقى موجود. ولو كانت هذه الثوره
يعني فعلا ابتدت بطريقه صح وبطريقه منظمه. لو كانوا سابوها للمثقفين، لو كانوا سابوها للناس، التيار اللي هو جزء منه الاستاذ حسن اسماعيل، لو كانت الناس دي هي اللي قامت بكل ما يحيط بالثوره، لان انا عهدي بيهم الناس دول ان انا عارف ان هم مناضلين قدام، ما كناش وصلنا للي احنا وصلنا له دلوقتي. احنا محتاجين ثوره تانيه، يعني احنا قمنا بثوره، محتاجين ثوره تانيه وثوره ثالثه وثوره رابعه علشان كل الامور اللي احنا بنمر بيها. طيب، يعني انا هاخد كلمه انفجار اللي يعني ذكرتها حضرتك وترافض انه تسميها ثوره. استاذ حسن، هل تتفق بانه هذا يعني هذه الكلمه منصفه لما قمتم به من او من ما سالت بي، يعني دم راح في الثوره، فكلمه انفجار دي كلمه مرضيه من الدكتور ناجي؟ استاذ حسن معايا حضرتك؟ الفنان اللي هو قال، هو فعلا في فنان مصري قال ان انا ان هو كان في الحمام وقت الثوره، لكن احنا كنا في الميدان وقت الثوره. وانا طبعا شايف ان هي ثوره، بمعنى ان في نظام فاسد متمثل في حسني مبارك والتوريد، وانا شايف ان حسني مبارك ونظامه اللي قعد 30 سنه هو الوجه الاصل للاسلام السياسي. انا حقيقه مش فاصل ما بين الفساد والديكتاتوريه وما بين الدار الاسلامي، انا شايفهم الاثنين وجهين لعمله واحده. الدار الاسلامي لم ينتشر في العالم الا في 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 منظومات ديكتاتوريه. اول ما بيبقى في ديكتاتور يعني بيبقى في ظلمه، ما بيبقاش في حريه، بيبقى في شغل تحت الارض. الشغل تحت الارض يحترف فيه التيار الاسلامي لانه من الخفافيش، هو يهوى الظلام ويهوى الشغل تحت الارض، وبالتالي هو هذا هو المناخ المناسب. قعد 80 سنه التيار الاسلامي بيشتغل تحت الارض نتيجه هذه الحكومات الفاسده اللي كانت ضد الحريه وضد حريه الاعتقاد وضد حريه التعبير وضد حقوق الاقليات. يعني الملف القبطي في عصر حسني مبارك يعني وصل لتضخم دموي يعني رهيب. كم الانتهاكات الحقوقيه لحقوق الانسان المصري رهيبه، كم الفقراء، عندنا اكثر من 30 مليون تحت خط الفقر، عندنا 3 مليون طفل اطفال شوارع، عندنا مش عارف كم مليون سكان مقابر، لا احنا عندنا بلاوي ومتلتله صنعها الفساد وصنعها حاله الاستحواذ على كل السلطه بتاعت المباركيه دي وترك الشارع للتيار الاسلامي. هما الاثنين وجهين لعمله واحده. اللي شايف ان الثوره ما قامتش ضد الاثنين، لا هي قامت ضد الاثنين. الفرق ان العدو الظاهر اللي هو كان مبارك ده كان العدو الظاهر، العدو الباطن كان التيار الاسلامي. وكان حقيقه في 18 يوم التيار الاسلامي كان ذكي جدا، يعني من انا رايي ان هو من اذكى فترات تاريخه. 80 سنه كانوا 18 يوم بتوع الثوره. ال 18 يوم دول هم كانوا في حاله احتجاب وحاله تواضع وحاله مشاركه لا مغالبه، وبيقدموا طبعا الثوار، لان هم كانوا بيقدموا الثوار بحيث لو الثوره باظت الثوار يروحوا كبش فدا، الليبراليين والعلمانيين والاثريين. لو الثوره نجحت يبقى اللحظه المناسبه للاختناق لم تاتي بعد وتاتي بعد كده، وده اللي حصل. فبالتالي هم كان اكثر فتره ذكيه، والحمد لله ان هذا الذكاء خلص. يعني انا بشكر ربنا ان ذكائهم خلص في 18 يوم، وبعد كده سابوا ايديهم ورجعوا لطبيعتهم الغبيه، فبداوا يخطئوا اخطاء جسيمه. فانا طبعا لا، انا مقتنع ان هي ثوره كانت ضد نظام فاسد قعد حكم مصر 30 سنه اخذ مقدراتها. وعايز اقول كمان يا جماعه، احنا خلينا نبقى واقعيين، بمعنى احنا بنعمل في مسرح واقعي. المسرح الواقعي ده فيه اطراف خفيه جدا ماسكه خيوط. مثلا انت عندك السعوديه بتمول تمويل غير عادي، عندك قطر هي الذراع يعني كانت اسرائيل الذراع الايمن للامريكا، فقطر هي الذراع اليسار يعني الطرف الاخر للمعادله، والجزيره لعبت دور غير عادي، الجزيره مباشر والجزيره القطريه لعبت قناه الجزيره لعبت دور غير عادي في الخريف العربي مش الربيع العربي. ده حقيقي ما نقدرش ننكره. المطابخ كلها كانت بتتم في قطر، وكان في حاله مد فظيع جدا لدار الاسلام السياسي. انا اظن ان اوباما كان بيشجع الاخوان المسلمين، وده واضح طبعا بالمعلومات النهارده،
ان كان في حاله تمويل وحاله تعضيد وحاله تشجيع، ان هم دول هيعملوا استقرار في المنطقه كلها، وهو عايز يخلي كل الارهابيين يرجعوا خلاص المناطق ديت، وكل واحد يلعب بقى عند بيته. يعني كل ارهابي يرجع من بلاد الغرب يعني، ومن بلاد الديمقراطيه، ويسيبوا الديمقراطيات العالميه في حالها ويروحوا بلادهم يكملوا فيها ارهابهم او يكملوا فيها الخلافه اللي هم عايزين يعملوها ويورونا يعملوها. وفي نفس الوقت التيار الاسلامي انا اظن برضو ان هو اكثر تيار برجماتي، اكثر تيار نفعي، بيقدر يتعاطى مع مصالحه بغض النظر عن اي قيم واي مبادئ، وبالتالي هو سهل جدا في التعاطي مع اسرائيل وامريكا. يعني مثلا هو اول حاجه لغايه النهارده محترمها المعاهدات الدوليه كامب ديفيد. هو مش محترم كل الحقوق المصريه، كل المطالب الثوريه، لكن محترم معاهد كامب ديفيد مثلا. ليه؟ لان هو بيتعامل مع الغرب بالمصالح، فهو عارف ان الغرب هيسيبوه قاعد على الكرسي طول ما هو بيحقق هذه المصالح. مش مهم الشعب بقى، الشعب هيتصرف فيه زي ما هو عايز، لكن هو في الاخر. عشان كده لسه كنت بقول لهم في ندوه، بقول لهم احنا عايزين نعمل مع مرسي معاهده كامب ديفيد مصريه. يعني طالما هو بيحترم المعاهدات الدوليه، الشعب المصري يعمل معاه معاهده دوليه برضه كامب ديفيد ثانيه كده، بحيث هو بيحترم اسرائيل فيحترمنا، يحترم حرياتنا وحقوق المواطنه وحقوق الانسان وحريه الاعتقاد وحريه التعبير وحريه التظاهر، لان احنا طبعا مش شايفين كده. انا اظن ان في واقع خفي بيلعب في المساله ساعد ان طارق الاسلامي يقفز على الثوره. يعني ده تخيلي. ممكن انت تتبنى ما يسمى بنظريه المؤامره. طيب دكتور ناجي، اطلاقا لا دقيقه واحده، مش قضيه مؤامره، قضيه ان النهارده احنا عندنا معلومات. هي مش قضيه مؤامره ولا غير مؤامره، انا ضد نظريه المؤامره اللي هي الهلاوس السمعيه والبصريه، ان كل الناس يعني بتحاول تتامر علينا. لا مش قصدي كده، لكن احنا عندنا معلومات، عندنا معلومات ان في الاداره الامريكيه دعمت ب 150 مش عارف مليون دولار للاخوان المسلمين، ان عندنا موافقه غير عاديه، ان عندنا حاله الخروج الامن للمجلس العسكري بقياده المشير طنطاوي وتسليم السلطه للاخوان المسلمين، وده كان بموافقه امريكا واسرائيل، ان حركه الهدنه اللي حصلت ما بين حماس واسرائيل تمت من خلال مرسي والاخوان المسلمين، وبالتالي احنا عندنا معلومات، عندنا داتا النهارده، ان قطر النهارده بتدي 5 مليار دولار لمساعده حكومه مرسي، ومرسي ان هو ما يقعش، ان الاخوان المسلمين بتديهم قبله حياه، وبالتالي هناك وقطر ما تقدرش تعمل اي حاجه من غير كارت اخضر من امريكا، لانها اكبر قاعده عسكريه موجوده في المنطقه في قطر. وبالتالي احنا بنتكلم على واقع وداتا ومعلومات موجوده قدامنا ببساطه يعني. تمام. طيب دكتور ناجي، يعني العرض اللي عرضه الاستاذ حسن ده، يعني ما مدى اتفاقك معاه فيما قال؟ وايه يعني، هل دي يعني ما عرضت من افكار، هل انت ترى من وجهه نظر شيء واقعي وفعلا حاصل، ام هناك امور مخالفه تراها انت من وجهه نظرك؟ تفضل. هو انا بتفق مع الاستاذ حسن في 99% من اللي قاله. الواحد في المية اللي بختلف فيه معاه ان هو يعني الفكرة بتاعت الناس اللي قاموا بالمظاهرات دي والناس اللي قاموا بالثورة دي، الحقيقة انا شايف ان لماذا قمنا بالثورة، انا مش عارف لماذا قمنا بالثورة. اللي قام بالثورة هو ناس تعبانة مضغوطة محتاجة تاكل مش لاقية، محتاجة تعلم عيالها مش لاقيين، صدقوا ما لقيوا حد بيعترض. واعتقد ان الاستاذ حسن نفسه يوافقني على انه هم حتى الناس اللي قاموا بالثورة ما كانوش متخيلين ان هذه هي نهاية الثورة. ليه؟ لان هم كانوا، احنا بنعترض وبنحاول وبنتكلم وبنقول، لكن ما كانش حد متخيل ان هي دي النتيجة النهائية. فالكلام اللي بيقوله من ناحية قطر والإخوان المسلمين ده طبعا كلام معروف، وأنا بتفق معاه 100% على الكلام ده. لكن الحتة الوحيدة اللي أنا شايف إن هو بيعممها وهي ما تتعممش على كل الناس، هي فكرة إن الناس كانت فاهمة هي بتعمل إيه. الناس في مصر عدد اللي فاهمين زي الأستاذ حسن والمجموعة بتاعته أو المجموعات بتاعته، الناس اللي فاهمين اللي وقفت فعلا هذه الوقفة عددهم قليل جدا جدا جدا،
لا يقارنوا بأي عدد تاني من الناس اللي ما كانوش فاهمين أو الناس الانتهازيين. ودليلي على ذلك اللي احنا وصلنا له النهاردة، لو الناس اللي قامت بالثورة كانت ناس فاهمة وناس مخططة وناس عاملة حساب التداعيات المختلفة اللي هتواجهها، ما كناش النهاردة نشوف التيار المتحكم في مصر هو السائد على مصر، واللي بيخضع ليه كل الناس اللي حواليه سواء كانوا ليبراليين ولا غير ليبراليين. اللي ما بيقدرش يخضعه بالقوة بالذوق بيخضعه بالقوة، ده اللي احنا عايشين فيه، يعني دي الحقيقة اللي احنا عايشين فيها اللي ما نقدرش ننكرها. تمام، بس هل من الإنصاف دكتور ناجي إن هذه القلة تستطيع أن تسيطر أو تصل، يعني إحنا قلنا إن في كان فجوة رهيبة ما بين القلة أو المفكرين أو أمثال الأستاذ حسن إسماعيل وبقية، يعني كيف ممكن إن هم هذه القلة المفكرة إنها تقود كم من شعب نسبة الأمية فيه معروفة لدى الجميع، نسبة معروفة، ازاي ان هو يقدر يوصل لهم مقابل التيار الإسلامي السياسي اللي هو ملتصق بيه؟ هل ده شيء مش ممكن؟ هيقدر مش وما هيقدر. قدرش، ما قدرش. لا يقدر ولا هيقدر، لأن النهارده الغالبية العظمى مع التيار الإسلامي ومع الإخوان المسلمين، ودينا شفنا عملوا كل اللي يقدروا عليه وأكثر من اللي يقدروا عليه عشان يوقفوا مثلا الانتخابات بتاعة الدستور، وما قدروش ومش هيقدروا. وكل يعني طبعا هم، انا مش بقلل من الدور بتاع الناس العلمانيين دول والليبراليين اللي هم يعني بيحاولوا يعادلوا المعادله، بيحاولوا يوازنوا المعادله بين التيار الاسلامي والتيار العام، بس لا من ناحيه العدد ولا من ناحيه التاثير ولا من ناحيه، سامحيني في التعبير، الهمجيه. لان الناس اللي احنا بنتكلم عنهم دول، الاستاذ حسن وامثاله، دي ناس مثقفه، دي ناس فاهمه يعني ايه تتكلم ويعني ايه تحاجج. الناس اللي بتقف قدامها دي ناس مش مثقفه، الناس دي بتعتمد على الدراع، بتعتمد على السكر والزيت والصابون، بتعتمد على العدد اللي موجود. فطبعا يعني زي ما بيقولوا في الامثال، مش هيضيع حق وراه مطالب، لكن الحقيقه اتس نوت فير، او مش من العدل ان احنا نشوف ان التيار اللي بيمثل بالاستاذ حسن واصدقائه والليبراليين والمعتدلين، انه نشوفه انه كان يقدر يعمل حاجه في وجه الاسلاميين او المتاسلمين او الاعداد، لان عددهم يفوق عدد الناس دول المحترمين بكميات رهيبه. كمان الغوغائيه اللي موجوده، يعني النهارده لما بتلاقي واحد متعلم زي الاستاذ حسن وبيتكلم بمنطق مظبوط هو والناس اللي موجوده معاه، الشارع العادي، الرجل الشارع العادي ما بيفهمش كده. رجل الشارع العادي عايز صابون وسكر، عشان كده لما يروح ينتخب هو في صابون وسكر، هو خلاص هو هينتخب. لما فيش صابون وسكر يبقى انتهت. فانا عارف ان الاستاذ حسن والمجموعة اللي معاه والمجموعات اللي مثلنا، وأنا الحقيقة بنحفر في الصخر بإيدينا، وده مش هيخلينا إحنا نحس إنه مفيش فايدة وهم عددهم أكبر وهم المتحكمين في الأمور، لأنه مش هيموت حق وراه مطالب. لكن الكفة مش متوازنة، الكفة مش متساوية. النهاردة لما يبقى عندك 7 8 مليون بيأتمروا بالزيت والسكر والصابون، تديهم زيت وسكر وصابون يعمل اللي انت عايزاه، دول الشعب اللي بيقرر مصير مصر ومصير الامور اللي تحصل في مصر. طيب، يعني انتقل الاستاذ حسن، لانه الحقيقه الوقت بيمر بسرعه جدا. الكل متفق دلوقتي استاذ حسن، مثلا احنا بنشوف الاطياف، الشعب بشكل عام الكل متفق على ان دور الكنيسه زيه زي دور الجيش او الشرطه ليه مهام محدده جدا بيقوم بيها في المجتمع بعيد تماما عن السياسه. لكن من حين لآخر بيكون فيه حديث مع أحد القادة الدينيين أو خطاب ديني بشكل أو بآخر من خلال الإعلام. هذا الحديث بشكل ما بيطلع بيثير جدل، يا إما بيتهم بعدم الوضوح، أو إذا كان هناك صمت من جانب القيادات الدينية بيقولوا ليه سكتوا. أنت شايف من وجهة نظرك ردود الأفعال اللي بتحصل دي باستمرار إيه سببها؟
وهل هناك تغيير شايفه أنت من الداخل من الواقع لازم يحصل وإحنا محتاجين له أكتر دلوقتي؟ اوكي، قبل بس ما اعلق على النقطه دي، انا عايز اقول للدكتور ناجي لنا باللغه اللي هو يعني هو عارفها كويس، واظن الاخوه المسيحيين او اللي بيتفرجوا علينا فاهمينها، لنا في داوود واسوه حسنه، يعني ما بين داوود وجليات لنا في داوود اسوه حسنه. دي نقطه الاولى. النقطه الثانيه، انا مش شايف المشهد سوداوي قوي كده حقيقه، انا شايف اني لا يصح غير الصحيح، وان ان ان البقاء للعلم، البقاء للحريه، البقاء للخير، البقاء للحب، البقاء للعداله، دي سنه الحياه وسنه الطبيعه وسنه المنطق. والعدو غبي، العدو غبي غبي جدا، اقصى مما نتخيل او نفتكر. انا ده رايي، ان التيار الاسلامي السياسي تيار غبي وبالتالي سيسقط. انا مش شايف ان هذه القله، هي قله، وبقول للدكتور ناجي يا ريت يرجع لارشيف الطريق، في رئيس تحرير اسمه الدكتور ناجي، يعني انا اظن هو من ضمن المحرضين على هذه الثوره ومن ضمن المناضلين في هذه الثوره، وكان من القله القليله اللي حركت المياه الراكده في الكنيسه المصريه، وهو الدكتور ناجي اللي انا بتكلم معاه دلوقتي. النقطة الثالثة، ان انا شايف ان الكيف دائما ينتصر في التاريخ قدام الكم، يعني غاندي، كل الناس اللي عملوا تغييرات حقيقية ما كانوش كتير قوي حقيقة، لكن كان عندهم قيم قوية جدا وكان عندهم مبادئ قوية جدا. حالة الحشد اللي حوالين التيار الاسلامي نتيجة الفلوس والتمويل الجبار اللي هم فيه بينفك وهينفك، لان في الاخر هو بيكذب، هو بيخلي الناس تحلم احلام وهميه، والناس اكتشفت مع الحكم الاسلامي مفيش اختلاف، ده بالعكس احنا من اسوء الى سيء الى اكثر، الى احنا داخلين لغياهب اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه وثقافيه واخلاقيه، حتى اخلاقيه، يعني ايام حسني مبارك ما كانش حد بيطالب بجواز الطفله، احنا النهارده بيطالبوا بجواز الطفله، احنا في ايام حسني مبارك ما كانش فيه كل بيع، يعني كانوا الخصخصه اللي عاملين عليها، اللي احنا كنا عاملين عليها قلق، بيع القطاع العام، النهارده الصكوك الاسلاميه تريد ان تبيع مصر كلها، قناه السويس والهرم، يعني انت داخل في بيع مصر كلها، وبالتالي انت قدام غباء رهيب جدا العالم يكتشفه. انا عن نفسي فرحان بهذا الخريف العربي، لان احنا كنا بنحذر المنطقه العربيه من هذا التيار الاسلامي السياسي الظلامي، وما كانش حد مصدقنا، كانوا شايفيننا ان احنا يعني متحاملين عليه، لا يا جماعه ده هم دول ناس رضخيه وناس بتوع ربنا، ولما يطلعوا هيجي الخير والسماء هتكب علينا فلوس وهتكب علينا خير. ادي جه ظهر بقى اللي تحت الارض ده ظهر، خلي الناس تشوف الحقيقه، خلي الموديل بتاع الاماره اللي هم عايزين يعملوها دي تبان للعالم، زي ما وقعت وهتقع في السودان، زي ما وقعت في افغانستان، زي ما وقعت في كل المناطق، وقعت في جبهه الانقاذ في الجزائر، هتقع، لان التاريخ ما يقدرش يكرر نفسه بغباء، الانسان بيتعلم بسرعه، وانا باقبل ارجل الفقراء المصريين، واقبل اياديهم، واقبل رؤوسهم، هؤلاء البسطاء، لانهم اكثر وعيا منا في اوقات كثيره على فكره، يعني هم ممكن يشتريه النهارده بزيت وسكر وهيقول نعم. الانتخابات اللي فاتت عدد الناس اللي قالت لا، هم كسبوا في نعم، بس كسبوا بعدد اقل جدا من اللي عملوه قبل كده. هم عمالين يخسروا حتى في الفقر، لان الفقير اصبح انت النهارده انت عمال تشتريني وفي الاخر بتشتريني بوجبه، انت ما بتشتريش عمري، ما بتشتريش بكره، وبالتالي هو بيستيقظ وبيستيقظ في صوره طبيعته. فانا شايف ان ده ذروه انتصار التيار الاسلامي وذروه يعني هزيمته، يعني هو اقترب الى الهزيمه اكثر مما نتخيل، هو الناس كلها متخيله ان هو هيتعدى على العرش، انا رايي ان هو سيسقط من العرش، لانه ظهر على حياته، كفره ظهر، جهله ظهر، طمعه ظهر. انا هتوقف معاك استاذ حسن هنا، انا بشكرك شكر جزيل. انا في الدقيقه الاخيره لوقت البرنامج بس هدي يعني الكلام الأخير أو ما ينظر إليه الدكتور ناجي ويريد أن يوصله في نهاية البرنامج. تفضل دكتور ناجي. وأنا بتفق مع الأخ حسن إن الظلم مش هيكمل، الغطرسة مش هتكمل،
الخداع مش هيكمل، مش قريب، مش قريب هيتشال، مش قريب. لأنه هو لسه في بدايته، وده هيعمل معاناة كبيرة في البلد. لكن أنا بتمنى إن الـ يعني الناس تفوق ويكون ليها رأي مش مبني على الزيت والسكر، لأن الزيت والسكر والسمنة والصابون اللي خدوه ساعة الانتخابات انتهت، لكن نتيجة الانتخابات هي اللي موجودة. كمان بتمنى إن الكنيسة تفهم إن دورها مش إنها تلعب في السياسة، لكن دورها إنها تثقف الناس بتوعها إن هم يكونوا مواطنين فاهمين اللي بيحصل، وما تاخدش يعني الموقف اللي هي واقفاه ده. واعتقد ان ده ممكن يبقى موضوع حلقه تاني اللي ممكن تعمله الكنيسه بالتأكيد. في الجو اللي احنا بنعيش فيه. بالتاكيد. الحقيقه الـ 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 الاسئله كتيره قوي كنا نحب ان نتناقش فيها مع الساده الضيوف في نهايه الحلقه. انا بشكر حضراتهم من اجل وقتهم لاثراء هذه الحلقه، الدكتور ناجي يوسف رئيس تحرير جريده الطريق والحق، الأستاذ حسن إسماعيل أمين عام الاتحاد المصري لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا ليكم، لنا لقاءات مع حضراتكم لم نغطي كل نقاط الحلقة المفروض كنا نتناقش فيها مع حضراتكم. عزيزي المشاهد بشكرك لمتابعتك معنا هذه الحلقة، وحتى ألتقي مع حضراتكم لكم من كل تحية من الأرامية.